إذا لمناقشة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق بعد مرور 3 أشهر على تكليف السوداني لرئاسة الحكومة، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور. أستاذ كاظم، مرحبا بكم. يعني بداية وفي العنوان العريض لهذه المناقشة، كيف تقيمون أنتم في كردستان العراق الفترة الماضية من تسلم السوداني لرئاسة الحكومة؟ هل لمستم أي أثر ملموس على أرض الواقع أستاذ كاظم؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، أحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. حكومة السيد السوداني وقد مر عليها 3 أشهر، هذه ال3 أشهر السيد السوداني والكتل السياسية التي رشحت السيد السوداني وهي مشاركة في الكابينة الوزارية جميعا لديهم مقاعد نيابية وصوتوا على المنهاج الوزاري، تضمن المنهاج الوزاري بأن تكون هناك أولويات منها ما يسمى بالخدمات المستعجلة للشعب العراقي، حيث قبل أن نصل إلى بنود المنهاج الوزاري في ديباجة المنهاج، أول ما نرى أو نطلع عليه هي الإصلاح الاقتصادي وأن الحكومة هي حكومة الخدمات، ولكن على أرض الواقع يعني حكومة السيد السوداني لحد اليوم وإصلاح الاقتصادي وقضايا المالية، بالعكس رأينا أن هناك مشاكل اقتصادية خاصة ما يمر بها البلاد من جراء يعني تذبذب في أسعار الدولار ويعني عدم استقرارها، بل أن ما أضاف إليها حكومة السيد الكاظمي من 25 إلى 30 ألف دينار، اليوم نرى أن أسواق العراقية زاد 30 أو 25 ألف دينار، يعني بقيمة غير رسمية، حتى حكومة الكاظمي جعلها علنا بشكل رسمي عن طريق المحافظ بنك المركزي، ولكن في حكومة السيد السوداني هناك تذبذب الأسعار ليست بيد الحكومة. هنا العجيب والغريب أن الحكومة لا تستطيع السيطرة على يعني الواردات، يعني القيمة المالية للنفط وغير النفط، فإذا البلاد في أزمة شديدة وكبيرة خاصة الاقتصادية والمالية. أستاذ كاظم، سنأتي على رواتب كردستان العراق، ولكن دعني أخذ هنا الأزمات الاقتصادية وعدم وجود حلول ناجعة. هل هذا يؤشر أن حكومة السوداني ربما لا تمتلك خطة حكومية واضحة؟ تعتقد ذلك أستاذ كاظم؟ طبعا بالنسبة لخطة حكومية كل الحكومات العراقية منها حكومة السيد السوداني الكل لديهم خطة ويعرضون هذه الخطة عبارة عن أوراق يبعث إلى برلمان ويصوت عليها، ولكن على أرض الواقع يعني لا نرى منها شيء، فإذا ليست مسألة متعلقة بشخصية السيد السوداني، الكل يعلم أن الكتل السياسية في البرلمان العراقي لابد أن لا يتنصلوا عن مسألة تقديم الخدمات والمسؤوليات، فجميع الأحزاب المشاركة في البرلمان لديهم حصة وزارية ووزراء، وهم من أوصلوا السوداني وهم من صوتوا على الكابينة الوزارية، فإذا مسؤولية تضامنية ما بين جميع الكتل السياسية، والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي. ثم هناك مفارقة عجيبة جدا أنه لا توجد أي شرط جزائي، يعني أي شرط جزائي إذا لم تستطيع الحكومة أو البرلمان بقيام بتطبيق المنهاج الوزاري، من يحاسب من؟ لا توجد، البرلمان هم في الحكومة والحكومة كذلك هم في البرلمان. أين 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 الشعب؟ الشعب لا يوجد، لأن الشعب عندما يعني في عندما لم يحل البرلمان عن طريق المحكمة الاتحادية خرج الشعب من هذه المسألة، بقيت الأمور بيد الكتل السياسية وهم من تحملوا المسؤولية وقالوا أننا سوف نقوم بكذا وكذا، وعرضوا المنهاج الوزاري على ممثلي الشعب،
ثم لم تأتي هذه المنهاج الوزاري بأي شيء، والآن يطالب الشعب بشرط جزائي، لا توجد شرط جزائي. يعني إذا لم تقم الحكومة بمهامها أو البرلمان بمحاسبة ومراقبة ويعني أداء الحكومي، إذا ماذا فعلنا؟ لا توجد هناك أي شرط جزائي، سيبقى الأمور كما هي عليه. طيب أستاذ الآن كاظم، فيما يخص رواتب موظفي كردستان العراق، كيف تابعتم قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص منع إرسال رواتب موظفي كردستان العراق؟ لا سيما هناك من يقول بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان له الأثر الكبير في تمرير حكومة محمد الشيع السوداني، كيف تردون على ذلك؟ طبعا بالنسبة لتمرير الحكومة أكيد كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يعني محصلة لربما يعني كبيرة في هذه المجال، حيث تنازل عن منصب رئيس الجمهورية كان من حصته في تحالف إنقاذ الوطن مع التيار الصدري، عندما ذهب إلى إطار التنسيقي، يعني إطار التنسيقي فرضوا عليه بعض الأمور منها التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، فمضى بهم الحال. ولكن اليوم عندما نذهب جميعا أمام مسألة الحالية، قرار المحكمة الاتحادية، الكتل السياسية هم معنيون بدرجة أساسية، لماذا عندما وقعوا على مواثيق فيما بينهم في ذهاب إلى تشكيل الحكومة وهم كانوا يعلمون، يعني كل الأطراف كان يعلم أنه سوف لربما أو لم يحتاطوا لأمر هكذا يصدر من المحكمة الاتحادية، ثم أين هم بعد مرور 3 أشهر؟ لماذا لم يعالجوا هذه الأمور بعيدا عن المحكمة الاتحادية؟ لا توجد هناك معالجات على أرض الواقع، وإن كان هناك اليوم هناك فرصة إذا كان هناك نوايا صادقة من قبل الكتل السياسية في البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية، وكذلك مسؤولية تقع على حكومة إقليم كردستان العراق، وهم يقولون أننا مستعدون بتسليم ملف النفط كاملة، يعني الاستخراج والتصدير وكذلك البيع، أن يكون كلها بشرط بيد الحكومة، على أن تدفع الحكومة العراقية مستحقات الشركات المستخرجة لهذا النفط لسنوات الماضية. فهناك مجال مثلا إذا أخذ الحكومة الاتحادية هذا الملف كاملة، وهم يعلمون أن الإقليم يصدر 400,000 برميل يوميا، فلتذهب 300 إلى الخزينة الدولة، ويبقى 100,000 إلى الشركات المستخرجة للنفط. إذا كان هناك نوايا صادقة فهناك أكيد حلول ممكن. يعني هو في هذا الإطار أستاذ كاظم، إذا ما تحدثنا عن الحلول، ما البديل لديكم في كردستان العراق في موضوع عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم؟ ما هو البديل لديكم؟ البديل هو التشجيع أن يبقى الحكومة إقليم كردستان العراق على تصدير النفط ذاتيا، يعني عندما لا يفتحون هناك حلول مع حكومة اتحادية، ما البديل؟ يعني لا توجد أي بديل إلا أن يبقى الوضع، هم يتصورون أن هذه هي خلاف الدستور والقانون، إذا أين المنفذ؟ أين يذهبون؟ الحكومة الاتحادية الآن هي مطالبة بأن يأخذ هذا الملف كلية، لا يستطيع الأخذ بهذا الملف كلية، إذا لا يبقى أي منفذ أمام الحكومة إقليم كردستان العراق إلا أن تبقى الأمور كما هي عليه من حيث يعني التصدير والبيع، يعني بعيد عن الحكومة المركزية أو الاتحادية. وهنا يعني إشارة إلى مسألة معينة، إلى المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية عندما لم تقم بحل البرلمان قالوا أنه لا توجد هناك شرط جزائي في الدستور العراقي، إذا لم تقم البرلمان بكذا سوف يحل. نعم هذا شيء غير موجود.
طبعا عندما كان هناك لا توجد محكمة اتحادية في 2021، قالوا أن من شرط إجراء الانتخابات النيابية لابد أن تكون هناك محكمة اتحادية حاضرة، لأن الدستور العراقي ينص على أن اختصاصات المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات. طيب هناك كذلك لا توجد شرط جزائي، إذا لا توجد محكمة الاتحادية نصا عليه لا تجرى الانتخابات. لماذا هناك يعني هكذا يعني يقيسون الأمور، ولماذا في مسألة النفط والغاز لا يذهبون في نفس المنطق؟ فما أريد أن أقوله أن أي شخص يعرف باللغة العربية أن الجملة الخبرية يراد منها يعني تحقق الشرط. فيعني المحكمة الاتحادية عندما قال لا توجد جزاء شرطي لحل البرلمان نفس المسألة يعود إليها، لا كذلك لا توجد الشرط في الدستور العراقي أن يكون هناك محكمة اتحادية يلا تجري الانتخابات النيابية. أداة الشرط وجواب الشرط. أنا أشكرك عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور، شكرا جزيلا لكم.